ظهرت بطقم مجوهرات عملت بيه قلق كبير على السوشيال ميديا، وكشف الملايين اللي عندها. ثروتها معديه ال 50 مليون دولار، وبتلعب بالفلوس لعب من اغنى الفنانات في مصر، وعندها شقق وفلل واسطول عربيات من اغلى الماركات، ودولاب شنط اقل شنطه فيهم سعرها معدي المليون جنيه. اسرار ثروه الفنانه ايمي سمير غانم. يا ترى حجم ثروتها كام بالظبط؟ هل جمعت الفلوس دي كلها من شغلها في الفن؟ تفتكروا بتستثمر فلوسها في مشاريع ولا لا؟ كل التفاصيل والاسرار دي هتعرفوها معانا في الفيديو ده. يلا بينا نبدا. الفنانة ايمي سمير غانم عاملة قلق جامد على السوشيال ميديا بعد ما ظهرت في صورة مع صاحبتها وهي لابسة طقم مجوهرات الماس حر اشترته من دبي. ورغم ان الصورة قديمة، بس الساعات اللي فاتت انتشرت على صفحات السوشيال ميديا، يمكن عشان بيزغلل العين من كتر جماله او سعره اللي بالملايين. وطبعا الكل بدأ يسأل ويقول هي جايبة فلوسه منين. اللي محدش يعرفه ان ايمي سمير غانم بتلعب بالفلوس لعب، ويقال انها من اغنى الفنانات في مصر، ومفيش فنانة في جيلها عملت ربع الثروة اللي عملتها ايمي. طبعا الكل هيرد دلوقتي ويقول ما هي من عيله غنيه والطبيعي تلعب بالفلوس. هقول لكم لا، ايمي سمير غانم رغم انها اتولدت في عيله فنيه كبيره وغنيه، بس هي قررت تشق طريقها وتبني مستقبلها وتعمل فلوس تكون خاصه بيها وتجيب اللي نفسها فيه، مع ان اهلها ما حرموهاش من اي حاجه، واللي بتطلبه بتلاقيه. بس هنقول ايه، الفلوس اللي بتجيبها من عرقك ليها فرحه مختلفه وطعم تاني وانت بتصرفها. عشان كده ايمي سمير غانم جمعت كل جنيه خدته من عمل فني شاركت فيه، وهي ما قدمتش أصلاً أعمال كتيرة قوي، بس كانت البطلة في أي عمل سواء فيلم أو مسلسل، ومعروفة البطلة بتاخد كتير جداً من الإنتاج وأجرها بيكون عالي. وبالمناسبة إيمي ما كانتش حصرة نفسها وبس في الأفلام والمسلسلات دي، كمان كانت بتقدم إعلانات لأكبر الشركات في مصر والوطن العربي، ده غير البرامج اللي بتظهر فيها. وأكيد فنانة وبنت اتنين من أهم النجوم في الوطن العربي مش هتاخد الألافات دي، هتاخد ملايين. كل الفلوس دي كانت بتاخدها وتحوشها للزمن لانها عارفه انه غدار، وكل اللي كانت بتعمله انها بتشتري فستان جديد او عربيه جديده وشويه مجوهرات وذهب والماس. ما انتم عارفين البنات بتحب التجديد دايما، ده بجانب انها فنانه ولازم تظهر بشكل مختلف ويبان عليها العز، انما باقي الفلوس قفل عليها، ويمكن حرصها زاد اكتر وبقت تفكر في مستقبل ولادها وبيتها. ايمي سمير غانم جمعت ملايين في البنك، ده غير الشقق والفيلا اللي اشتريتها، وبقى عندها دولاب مليان مجوهرات بملايين الدولارات واسطول عربيات واقف قدام الفيلا اللي عايشه فيها. العربيه تقريبا ثمنها 5 مليون، وواحده تانيه عامله 3 مليون، وكل ده غير ثروتها في الشنط والفساتين اللي بتشتريهم من اشهر المصممين في العالم. عايزه اقول لكم ان اقل شنطه عندها سعرها معدي المليون جنيه، تخيلوا بقى اغلى شنطه عامله كام. وما اقولكوش بقى على فخامه وحلاوه القصر اللي هي عايشه فيه مع جوزها الفنان حسن الرداد، صدق اللي قال عليه قصر ملوكي. وبعيدا عن ثروتها دي كلها، ورثت ايمي سمير غانم بعد رحيل ابوها النجم سمير غانم وامها دلال عبد العزيز 55 مليون دولار، وكمان عربيات وعقارات في ارقى المناطق في القاهره، والمجوهرات بتاعت مامتها الراحله دلال عبد العزيز اللي اتقسمت بينها وبين اختها دنيا. واضح كده ان ايمي سمير غانم ملهاش في حوار الاستثمار والمشاريع خالص، عشان بطبعها بتحب قعده البيت وملهاش في الخروجات. فتفتكروا ممكن تغير رأيها الفترة اللي جاية وتستثمر فلوسها في مشاريع؟ قولوا لنا في التعليقات.